سرود مارلين مرو. عندي هيدن تالنت. شو كنت عم بعمل؟ يوم اند اكشن. بونجور يا حلوين، انا تيما. اليوم حنعمل فينتج لوك لفنانه كثير مشهوره مارلين مرو. سو حعلمكم الخطوات لحتى نعمل السيجنتشر لوك تبعها. تابعوا معي للاخر لنشوف كيف رح يطلع. وهلا حطيت البيز، ما حكيت عن الفاونديشن لانه ما في شيء سيجنتشر لها، اتس جست فاونديشن وكونسيلر. وهلا رح ركز اكثر على ميك اب العيون والجلو واكيد الليبستيك. اكثر شيء بتتميز فيه مارلين مونرو هن حواجبها. حواجبها شوي ادجي من فوق، سو رح نجرب نرسمهم بنفس الطريقه. سو بتاخذوا حاجه لصوب عندكم بالبيت. يلي عملته انه نزلت الشعر من فوق هيك بهيدي الطريقه، ومن تحت جربت علق وكمان دمجتهم لما يبين شكلهم غلط. حاستعمل هيدي الميني باليت من بنفيت اسمها Let the Pretty Times Roll. حاخد هيدا اللون، هيدا الشيد كثير قريب على حواجبي، على الطرف بعليهم شوي هيك، كمان حواجبي الثانيه. حجرب استعمل هيدا الكونسيلر من لوريال لحتى اخفي شوي من الحواجب من تحت ورفعهم بعد اكثر. اول شيء هون ما كثير عندها شعر، سو رح نجرب نخفيهم ورا ومن هون كمان. يا صبايا، قبل ما بلش بالاي شادو بدي فرجيكم على شغله كثير مهضومه وكيوت، هي هيدي البرش. تادا، هيدا البرش من ايديون، كثير حبيت انه لها هيك قاعده بتقعد عليها. سو هيدا البرش اسمه بريسيجن برش بالرقم 13، رح استعملها لحتى ارسم او حدد جفوني اكثر وبينهم مشغولين اكثر. رح استعمل نفس الباليت من بنفيت الميني باليت، بس حاستعمل هيدا اللون الغامق لحتى حدد الجفن. لما بدكم ترسموا جفن يبين جفنكم فيت لجوا من هون بومبي اكثر، استعملوا هيدي الحيلة. حاخد هيدي البراش بسكون صغيرة، رح حطها بهالشكل وبرسم بلون غامق. حاخد هيدي الانجلد براش كمان من ايديون، وعلى فكرة الشعر تبعها كتير ناعم، لحتى اعمل بلندنج للاي. بلند 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 قد ما فيكن لحتى يطلع الميك اب حلو. هلا حنصحح باستعمال الكونسيلر كمان من لوريال، هو ذاته نقطة. حارجع هلا اعمل اي شادو. طبعا هي الاي شادو مثل ما قلت ما بتحب كثير تكتر، سو اللي رح احطه انه شويه شيمري هون وشويه جلو على هيدا الجفن. حاستعمل البرجندي بار باليت من ميبيلين وحاخذ هيدا الشيد. ومثل ما شايفين هالقد الاي شادو لوك تبعها كثير سمبل، بس هي بتتميز بالايلاينر. حاخذ الايلاينر من كارل لاجرفيلد لحتى ارسم ايلاينر هيك ادجي وطويل هيك. وببلش من هون، من اول العين مش من نص العين. ولا واذا بتلاحظوا الايلاينر تبعها منه هالقد بولد، بدي خففه شوي بالطراف باستعمال لون غامق. كمان نفس الباليت من بنفيت حاستعمل اللون الغامق. هلا حننتقل للكونتور، بس ما حنحط بلاش، بس اونلي كونتور خفيف بهيدي المنطقه. حاستعمل هيدا البرونزر من لوريال باللون لاتيرا لحتى اعمل الكونتور. وللهايلايتر رح استعمل هيدا الميني برودكت من بنفيت، بيجي بقلبه كونسيلر وهايلايتر. انا حاستعمل هيدا الهايلايتر. قبل ما انتقل لللبستيك حعدل شوي بالحواجب واعطيهم نتفة ادج من فوق اكثر. اكزاكتلي، شفتي فرقت.
وللبستيك ديفينتلي رح نستعمل اللون الاحمر لانه عم نعمل لوك لماري مونرو. هاستعمل الانفاليبل ليبستيك من لوريال بالرقم 700. إذا بتلاحظوا بالصورة اللون جاي شوي على أورنج، فلحتى أعدل اللون رح أستعمل هيدا الجلوس من كيكو ميلانو هوليدي كولكشن بالرقم 3. خلصنا اللوك، بس في شغلة كتير مهمة ناقصة. شو هي قولكن؟ شامية عملت شمال. لما نحكي ماري مونرو دغري منتذكر الشامية. So رح أرسمها باستخدام نفس الأيلاينر. وللماسكارا رح استعمل هيدي الفولسي لاش ليفت من ميبيلين. خليني اقول اي لاف يو لما ضروري. وهيدا كان الفاينل لوك. اكتبوا لي بالكومنتس اذا حبيتوا، اعطوني اسماء سيلبرتيز عبالكم تشوفوا اللوك تبعهم. انتظروني بفيديوهات جايه، بحبكم كثير. باي. We'll be right back.